أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو مصر أنا سكر في هاي بونجور بالبلغاري دبرو أوترو بالأسواني. كيفكم؟ وسهلا أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في قناتي واي إي فور مي ستوب. Everyone dream of a future life is a dream can only come true if you find yourself a live partner no a good street. المهم ندخل الموضوع على طول زي ما احنا متعودين. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في قناتي واي إي فور مي. بشكركم على إن احنا كل يوم بنزيد وأصبحنا 480 مشترك على اليوتيوب و 10227 مشترك على الفيسبوك. دي واحد. اتنين، النهاردة هنتكلم عن موضوع ألا وهو عمال النظافة أو النظافة أو إزاي أعمل بيزنس من خلال النظافة. قبل كده طبعا زي ما انتوا شايفين الصورة دي، مش دي أيوة هي دي. المهم فاكرين الصورة دي؟ فاكرين لما علقنا عليها واتكلمنا عليها؟ فاحنا بنقول التعليق صوت وصورة عشان محدش يزعل مننا، محدش يفتكر إن احنا كلامنا مش هو المقصود. ومعنى إن أنا بقف يعني اكيد ان الكلام راح مني، فاكيد طالما الكلام راح مني يبقى محدش يروح مني منكم، يعني انتوا تستنوا وانا استنى والكلام هيجي وستوب. المهم ندخل في الموضوع ده. فاكرين الصوره دي؟ طبعا الصوره كانت بتبقى افضل لو ان المحافظ زي ما هو لبس عمال النظافه، وده طبعا تشجيع لي ومتشكرين له جدا جدا. كان المفروض ان برضو الناس اللي حوالين منه، انا مش فاهم الناس اللي حوالين منه دول يعني واقفين بيعملوا ايه. يعني This is محافظ الغردقة، يعني ده مش من كوكب تاني، ده أكيد بني آدم زيه زينا، لكن إنسان محترم جدا وما ينفعش نتكلم عليه غير كل الاحترام، وله كل الاحترام والتقدير. أنا مش هفضل أشرح كل شوية وأتكلم، لكن المفروض يكون في يعني دي حاجة. الحاجة التانية كان الأفضل إن هم يلبسوا زيه، ده مش ليس تقليل من شأنه، ولكن ده يعني أنا هتكلم بالنحو، هتكلم باللغة العربية ما أتكلم بالعامي، يعني في إيه؟ تتكلم باللغة العربية ليه؟ يعني ده مش تقليل من شأنه، لكن طبعا هو تواضع ولبس اللبس على اساس ان الناس فاكرة ان اللبس ده عيب او ان عمال النظافة دول كخة. لا مش كده الموضوع، مش كده خالص، محدش يضحك، مش عايز حد يضحك. هم مش كخة ولا هم مش عيب ولا اللبس ده اصلا مش كده. كل الحكاية ان احنا النهاردة نتكلم عن الصورة دي وازاي احنا نترجمها لحاجات مفيدة. بمعنى ايه؟ احنا قلنا كان المفروض ان هم كانوا يلبسوا زيه عشان يبقى دي حمله ان ازاي ننظف بلدنا وازاي نحافظ على بلدنا، ده شيء مهم. وناس كتير اول ما شافت الصوره علقت تعليق سلبي على المحافظ على الحكومه، شيء غريب. وعندنا في مصر بالذات اول ما حاجه تحصل تلاقي الناس كلها بتهاجم الحكومه، بتهاجم الرئيس، بتهاجم المحافظ. في ايه يعني؟ لو احنا قلنا الرئيس او المحافظ او الحكومه ظالمين في اشياء معينه، فاحنا كشعب احنا ظالمين في حاجات كتير. محدش يزعل مني، يعني هديكم حاجة بسيطة جدا احنا بنعملها وحاسين ان هي شيء عادي وان الحكومة بايظة والحكومة، لا احنا اللي بايظين مش الحكومة. الرئيس هيعمل لكم ايه ولا ايه؟ ولا الحكومة تعمل لكم؟ ده مش يعني مش بقول الكلام ده محبدا في الرئيس ولا في الحكومة وكلام زي، احنا مش مالناش دعوة بالسياسة عشان بس ايه تكونوا فاهمين، احنا بس بنتكلم في السلبيات. فلو كانت الحكومة والرئيس والناس دي يعني في عندهم ظلم وفي عندهم حاجات كده ناقصة، فاحنا كمان كشعب في حاجات كتير عندنا ناقصة وحاجات ظلمة، زي الحاجة اللي انا هقولها لكم دلوقتي قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا، الا وهو التحدث عن عمال النظافة. في المرحلة الابتدائية بتلاقي مثلا اول ما يجي الامتحانات واللجنة تلاقي الناس اللي واقفين على اللجنة كمدرسين وك يعني ناس كبيرة في السن وهم المسؤولين، يقول لك اللجنة النهاردة كانت مفتوحة. يعني ايه مفتوحة؟ عادي بقى، ما الدنيا بقى بيس مفتوحة، يا استاذة مش عارف ايه، ما صباح الفل بقى وكوبايتين شاي وسيب بقى العيال يحلوا ومش عارف ايه. يعني ايه سيب العيال يحلوا؟ يعني عادي بقى اللي يذاكر زي اللي ما ذاكرش. ادولهم بقى الكتب ابتدائي بقى، ما تقعدش تضيقها بقى، فكها ابتدائي عادي، خليهم يحلوا ويتكلوا على الله. دي مصيبه، انت بتطلع جيل بايظ، جيل اتعلم عن ان هو يغش. فاللي ذاكر وطلع عينه وعين ماماه بتاعته وباباه زي اللي ما ذاكرش، مش ممكن. المهم مش ده موضوعنا، نرجع لموضوعنا الا وهو ازاي نحول الصوره دي لشيء مفيد. ناس كتير بتتكلم عن عمال النظافة وعن السلبيات اللي في مصر وعدم النظافة وهكذا. أول حاجة احنا هنتكلم عليها ازاي نحافظ على بلدنا من خلال ان احنا ما نرميش حاجة في الأرض، تمام؟ فمش محتاجين حملة عمال نظافة، مش محتاجين حملة، محتاجين ان الفكر يتغير. يعني في مرة من المرات انا ماشي في محطة أسوان لقيت عامل نظافة على عكاز، يعني ماشي باتنين عكاز، اقسم بالله. طب اقسم بالله لابس لبس عمال نظافة ولابس يعني ماشي،
طب يعني اللي مضى له التصريح ده اشتغل، يعني اشتغل ازاي؟ ده بعكاز، وعمال النظافة لازم يمسك المقشة، يعني ازاي؟ ده ازاي؟ ما انا مش عارف، انا مش عارف بصراحة. دي حاجة. الحاجة التانية، الناس بقت الشيء، يعني الشيء السلبي اللي عند الناس بقى شيء، الكلام ابتدى يروح يا جماعة، الكلام ابتدى يروح مني وانا مش عارف اجمع. فاصل ونواصل، رجعت لكم تاني. والفرق بيننا وبين اليابان، طبعا هناك بيهتموا بعامل النظافه جدا. فانا هقول لكم الحاجات اللي المفروض تكون تتوافر في عامل النظافه، والمفروض ان هي تكون عندنا هنا في مصر، وتحيا مصر، عشان احنا ازاي نرتقي بمصر كلها، وازاي نكون دوله عالميه من الدرجه الاولى. حول، فاصل ونواصل. رجعت لكم تاني بسرعه لان الكلام بيروح مني. يعني مثلا عامل النظافه لازم يكون فيه عنده حاجات اساسيه. اول حاجه لازم يكون رشيق جدا، رشيق وجسمه ستايل. ما تجيبولناش الناس اللي هم اصلا سوري، يعني مش عايز اقول كسر، بس ما ينفعش. لازم الانسان يكون ستايل. ليه؟ عشان في مسكه المقشه ومسكه الشرشوبه والجرده يبقى نشيط، يطلع سلالم وينزل سلالم، زي كده سلالم المترو. عايزين المترو ده بيبرق زي كده الاسفلت. المفروض عامل النظافه ده يكون رشيق جدا. لازم عامل النظافه، ودي الكلمتين دول انا بوجههم للحكومه وللناس المسؤولين عن تعيين عامل النظافة، انه يتحط له اعلى مرتب في الدولة. ليه؟ لان لو انت حطيت اعلى مرتب في الدولة لعامل النظافة، فبالتالي هتلاقي ناس كتير بتجري ان هي تشتغل عامل نظافة، فبالتالي هتلاقي مصر دي برو جدا. دي حاجة. الحاجة التانية، لازم عامل النظافة، انا مش بهرج على فكرة، مش بضحك، انا بتكلم بجد. عامل النظافة لازم يكون مثقف. يعني مثلا هو واقف دلوقتي في شارع 26 يوليو، وعدى عليه حد بيسال، السلام عليكم، السلام ورحمه الله وبركاته، معلش والنبي انا عايز احنا اروح العباسيه اركب ايه وانا في شارع 26 يوليو. لو هو مش مثقف يقول له ما تروح العباسيه، ايه المشكله، خد تاكسي وروح العباسيه، يعني هتصدعني ليه؟ لكن لو هو مثقف، يعني مثلا يقول له، يقول له بص يا باشا، انت عايز تروح مترو، لو عايز تروح تاكس، لو عايز تروح اتوبيس، لو عايز تروح مترو، بص ادي المترو اللي هناك، هتنزل هتقطع تذكره، قول له عباسيه، لما تركب المترو هتبدل في رمسيس. يعني انت في 26 يوليو، انا مش عارف صراحه هل انت هتبدل في رمسيس ولا مش هتبدل، بس المهم ان انت لما تنزل المترو هتسال تاني في المترو، فانت لازم يعني المهم تمام كده، لازم يكون مثقف عشان يعرف يشرح انا هروح المترو ازاي. عامل النظافه لازم يتغذى غذاء قوي، هو واسرته كلهم لازم يبقى فيه تغذيه، ويعني وعي في الاكل، لازم يكون نشيط وقوي جدا. عامل النظافه لازم يخضع لعلاج كل شهر. ليه؟ لان سوري يعني الزباله دي فيها امراض، فلو هو ما حافظش على نفسه، ما احنا مش هنلاقي عمال نظافه، ما هو هيموت وغيره هيموت وده هيموت، لان ما فيش اهتمام. في جراثيم وميكروبات دخلت في ايده في الضوافر ونزلت عليه ومات. ليه يعني كده؟ لان احنا ما عندناش وعي. احنا لازم يكون عندنا وعي، ونقول لعامل النظافه ده كل شهر يخضع للعلاج، ولازم يكون انسان رشيق ورياضي ونظيف وعنده مخ حاضر وايه تاني. المهم لو افتكرت حاجه تانية اقول، مش هطول عليكم، قوم طول اللي تنام معايا في السكه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله، الاسبوع اللي جاي، هتكلم عن ثلاث شغلانات للشباب، اللي هم كذا واحد بيتصل يقول لي شوف لنا شغلانه معاك، شوفوا لي انا شغلانه معاكم، شوفوا لي انا شغلانه معاكم. بس انا هكلمكم عن ثلاث شغلانات ممكن نشتغلهم هنا في اسوان او في مصر عموما. ثلاث شغلانات دي هي حاجات خفيفة بس هتدخل لك دخل شوية، يعني حلو. الدخل ده بقى تشيله عشان تعمل بيه بزنس أكبر. الأسبوع اللي جاي أشوفكم على خير، أشوفكم الحلقة الجاية الأسبوع اللي جاي على خير إن شاء الله. والفيديو الجديد ثلاث شغلانات خفيفة هتجيب لنا فلوس كتيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم الحلقة الجاية. ديفيج داني بالبلغاري، النافيادر بالنوبي، مع السلامة بالعربي.